بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا خير. النهارده عندنا حلقة جديدة وموقع جديد، فيديو جديد. الموقع ده بيدينا هوريكم بس الخطة اهو. الخطة هي بتبدأ من $5، بيديك 5.1% يوميا مدى الحياة، وينفع تلغي الايداع بتاعك في اي وقت. تمام، بس يعني ما بتلغي الإيداع بياخد تقريبا 23 سنت. تمام، فلو حسيت الموقع ينصب بتلغي الإيداع وترجع فلوسك عادي خالص. تمام، طبعا الموقع شغال بقاله 8 أيام. طبعا دي وسائل التواصل بتاعت الموقع. هنا بيقول لك how to earn money with us. بتفتح حساب، تعمل ديبوزيت، تاخد ربح. هندوس هنا كده على كلمة make deposit. تمام، هتكتب على كلمة كرييت نيم. هنا بتكتب اليوزر نيم. تمام، هي الحاجات مش بتظهر. تمام، يعني اليوزر نيم مش ظاهر، بس انت بتعرف تكتب. بتكتب كده هنا الباسورد، عشان بس انا مصور فالباسورد مش موجود. تمام تمام هنا الايميل، هكتب الايميل كده. هنعمل اي اي جي تضغط الكلمة دي، بس أنا مسجل طبعا في الموقع فهدوس على كلمة لوجن على طول هنا. تمام، طبعا أنا حافظ اليوزر نيم والباسورد أهم محفوظين، هما بس ظاهرين حماية من الموقع، مش بيقول لك الإيميل والباسورد. هنعمل أيام نوت روبوت، هنعمل على التماثيل كده وهنعمل فيرف. تمام، هدوس على كلمة لوجن كده، يبقى احنا دخلنا في الموقع. طبعا بيقول لك اهو يور بالانس صفر، كل حاجة صفر عندي لأني لسه ما وضعتش. تمام، هنا بيقول لك لو انت عايز بقى تعمل ايداع مثلا تكتب $10 وتعمل ري انفست بيهم، ممكن تلغي الايداع وهوريك وان شاء الله انزل لكم. بس طبعا الموقع ده بيدي من $10 أو $5 يعني بونص يعني. تمام، هنا كريت ديبوزيت، طبعا زي ما شايفين بتختار البير، بس طبعا عشان تودع، يعني انت بتودع وبعدين تعمل ايداع، يعني مثلا تكتب هنا $100 الاول، لازم تيجي هنا هتقول دي وتعمل choose of payment. تمام، ومثلا تختار البير وتكتب مثلا $5 وتعمل على كلمة ارسال. دلوقتي حولنا على ايه؟ تمام، هتدوس على كلمة refill دي. ايوه، ايه هيدخلك على طول على صفحة، طبعا مش هودع في الموقع. هنا history of charge دي بيقول لك ده waiting لسه. تمام، هنا withdraw funds to create a request for withdraw، بيقول لك لازم تعمل اول البيمنتس. فهنيجي على settings كده ونرفع settings عشان نكتب المحافظ بتاعتنا. انا هكتب البير، مش هكتب البرفكت، ولو يعني انا بكتب الحاجة المسجلة لان طبعا مش بحفظهم، ولكن حافظ البير وانا عايز الفلوس على البير يعني عشان اسحب. هنا الافلييت لينك بقى، ده رابط الاحالة بتاعك اهو الخاص بيك، هو ده. تمام، ده رابط الاحالة الخاص بيك، ودي بانرات، وهنا اللي بيقول لك سيرش فور يو بارنترز بيقول لك الاحالات. طبعا ده الانفايتد بتاعي، وهنا بيقول لك الجلوبال بيت، ده رابط الاحاله. تمام، هنا الوزرو زي ما احنا قلنا بيقول لك عشان تسحب. طب ما انا معيش اي فلوس عشان اسحب، يعني بيقول لك اوردر بيمنت. تمام، بس الافيلبل عندي يعني صفر، والمفروض يكون معايا على الاقل 20 سنت. هنا هيستوري اوف وزرو، طبعا انا ما اسحبش ولا مره. هنعمل جو تو هوم كده مره تانية. طبعا الموقع بيدي بونص زي ما احنا قلنا، بس طبعا يعني ما فيش حد هيستفاد من اللي انا بقوله غير لما اكمل الفيديو للنهايه. فعشان لو واحد قلب الفيديو مش عارف، الموقع بيدي بونص 5 لحد $300 تقريبا، من 4 لحد $300، بس هو بيديك 5 عشان الايداع مع $1000، وبيقول لك في 2 يوم. بس انا قلت له هبعتها لك هنا في الشات، قال لي تمام عادي. بعت له هنا اللينك وخلاص، هو بيشوف من رابط الاحاله بتاعك وعلى طول بيديك البونص في خلال يومين. يعني انا اعرف ناس اداهم 10 وناس اداهم 15 وناس اداهم $5. تمام، وهنا طبعا لو عايز تغير مثلا لغة الموقع العربي
من التعبئة الغزيرة، اختيار أنظمة الدفع، سحب الأموال، الإعدادات، برنامج الروابط الحالة يعني، هنا تقديم سحب الأموال، سجل سحب الأموال، تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.